I love you. شلونكم يا حلوين؟ شو الأخبار؟ نرجع للحنة والخلطاتنا وزيوتنا. اشتاقينا والله من زمان. اليوم أنا فلاونزا اسم الله عليكم. صار عندي تغيير جو والله من جيت لحد الآن بلاعيم وسخونة ونشلة تسمعون العافية. هاي أبوناي هالقد ما خلى عينه على البحل بصوتي دي. الله استلم. اي عينه بالمكان رجلي وعرفه. فهد أنا شعلية. أنا شعلية. شوفوا عمري. راح أخلي هذا الكوكونات أويل. هذا خدته من صيدلية أوزون. كل الزين. هاي العلبة الثانية. إذا تردون حطوا منه. بس أنا جاي أسولف وياكم على مود شنو. ما أخضع للمرض. فعمد أمارس حياتي الطبيعية. هاي حنة عجنت ليها الوالدة. الله يسلم لي إيدها يا رب. شوفوا. راح نخليها بالشعر. وأنا حاطت لها كم زيت. كل زين. هاي العلبة الثانية. إذا تردون حطوا منه. بس أنا جاي أسولف وياكم على مود شنو. ما أخضع للمرض. فعمد أمارس حياتي الطبيعية. هاي حنة عجنت ليها الوالدة. الله يسلم لي إيدها يا رب. شوفوا. راح نخليها بالشعر. وأنا حاطت لها كم زيت. أوبا. إيه طبعا عادي عادي كثروا. تدرون ليش؟ لأنه الحنة شوية تخشب الشعر ويا الصدر. يمكن صارت سائلة هواية. ما أدري يمكن لصدها. خل أروح الوالدة أشوفها. المهم حبيت. ها وتورة. وتورة بس تحب تشارك بابتسامة. يلا خلي أشوفها. أروح الوالدة تضبط لها. حبيت أمسي عليكم. وهذا نايس داي للجميع. وأنا أموت عليكم يا عمري أنتم. الوالدة السلام عليكم. تقولكم عادي إذا لاصت حطوا لها قهوة شوية. ماكو مشكلة. تطيها ثخن. يعني الأمور كلها محلولة معدها. طبعا تيتا قاعد أتعلم. البنية الفلبينية الجديدة. وأنا دا أعيش مأساة بالبيت. بس الله يدري بيها. لأن تيتا تريد تسافر. انتهى عقدها. وتريد تروح تشوف حياتها خطية. تتزوج. إنه ما أقدر أتشلب بيها أكثر. قلت من تروح لازم أجيب بدالها فلبينية. فالبنية من البارحة اليوم طبعا تحت التجربة دا تحاول تعلمها تخليها تتأقلم ويانا. بس تعرفون هي كلش متعلقة بتيتا. وتيتا متعلقة بناي أقصد يعني. وإحنا هم متعلقين بيها الصراحة. بس بالتالي سبحان الله هي هذه الحياة يعني. خطية هي هم لازم تشوف حياتها. فهذه اليوم الأول صالها عندنا. المفروض تتأقلم خطية ويانا. قالت أبدأ أسوي لكم مشبوز دياي على طريقة الكويت. هي عايشة بالكويت كانت. لين Are you okay? Yes. طبعا تيتا بعد لها تقريبا 15 يوم تسافر. قالت أنا ما سافر إذا ما أضبطكم بوحدة زينة. أنا فضلت أجيب فلبينيات الصراحة. بس ما فضلت بالوقت اللي إحنا بالشقة لأنه وضعنا حرج ومكركب ومو نظامي ومدى تعرفون واحد ما يعرف راسه من رجلي. والبيت بالضبط بعد لشهرين يخلص مع الأثاث مع كذا. فنشوف شلون راح أصل. ما أدري شلون حتصفوا وياي. حيصير ما أدري. حوافيكم بالتفاصيل. أعطوني نصيحة لوجه الله إذا عندكم منا أنا أستقبل أيها الأحبة الرائعين.